كيف هو الوضع بنابلس وعموم الضفة الغربية بعد بعد استشهاد ستة من أسود أو عرين الأسود وأكثر من 20 جريح بنابلس طبعا؟ نعم بالفعل، يعني قبل قليل شيع عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة نابلس إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الغادر الذي يعني باغتهم عندما اقتحمت قوة خاصة البلدة القديمة في مدينة نابلس وحاصرت إحدى البنايات أو إحدى الشقق السكنية التي كان يتواجد بها الشبان الذين ينتمون إلى مجموعات عرين الأسود، هذه المجموعات التي أذاقت الاحتلال الإسرائيلي يعني الويلات على مدار الأيام والأسابيع الماضية، خاصة أنها يعني نفذت عمليات نوعية وأدت إلى مقتل أيضا جنود من الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى أيضا إصابة العديد من المستوطنين الذين يعربدون في كل الضفة الغربية المحتلة وأيضا في مدينة القدس المحتلة. قبل قليل الفلسطينيون شيعوا جثامين هؤلاء الخمسة وسط صيحة حاتم من الغضب والتنديد والانتقام من الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب الجرائم ضد الفلسطينيين. أيضا قبل قليل كان هناك إصابة ثلاثة من الفلسطينيين في مدينة الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية المحتلة، وتم اعتقال أحدهم وأصيب بالرصاص من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كافة المناطق التماس في محافظات الضفة الغربية يعني تشهد عمليات يعني مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. أيضا هنا في قطاع غزة يعني قبل قليل توجه العشرات من الشبان الفلسطينيين وخاصة إلى المناطق الحدودية وتحديدا إلى الشرق من مدينة غزة على المقربة من موقع ملكة العسكري الإسرائيلي، نعم. والذي كانت تتم خلاله مسيرات العودة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بإشعال الإطارات المطاطية وأيضا ربما يشتبكون مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الدقائق أو الساعات القادمة. أيضا الفصائل الفلسطينية قبل يعني تقريبا ساعتين من الآن كان لها مؤتمر صحفي بعيدة اجتماع طارئ عقدته في غزة، هددت الاحتلال الإسرائيلي بأن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين لن تمر دون عقاب، وتوعدت الفصائل الإسرائيليين بالانتقام ودعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة للاجتماع، وذلك لمساندة الثائرين في الضفة الغربية المحتلة وخصوصا في مدينة جنين.